رباب، انا عايزاكي تقولي لي حاجه كده مختصره على اللي هي المبادره من اجل مصر. طلاب من اجل مصر دي كيان هو كان موجود بقاله كذا سنه جامعه بني سويف على مستوى الجامعات كلها، تمام. ولكن الصراحه في حضور دكتور احمد فاروق الياس المنسق العام للكيان في جامعه بني سويف، الحقيقه الوضع اختلف تماما في اخر 3 سنين. يمكن نشاط الكيان بدا كل الناس تعرفه وكل الطلبه، يزيد. احنا كمان كاتحاد طلبه، انا اتحاد طلبه كليه حقوق، تقريبا الاتحاد كله داخل الكيان. ما شاء الله. دكتور احمد كمان حد يعني مجتهد جدا في شغله، دايما قريب مننا، دايما لو حد عنده مشكله شخصيه اي حاجه يعني هو احنا صديقنا وقدوتنا ومثلنا نوجه له الاعلى. تحية الحقيقه بقى في البرنامج يا ريت بشكل انا تاني. من مكاني بوجه له بصراحه تحيه وبشكره جدا وبعتبره قدوه ومثل اعلى ليا. الحقيقه هو وقف جنبي كتير للامانه، وعرفته بفتره قصيره بس اثر فيا جدا. فعلا دي حاجة يعني بتولد النجاح، ان يكون رئيس العمل قريب من من دي اللي حقيقة، شغال وهو تحتيه كمان او اللي يعني هو معاه. سنه صغير فقدر يوصل لنا. أي حد عنده مبادرة عنده فكرة دايما بيقول لنا بيسمعكم keep going وأنا معاكم، وأي حاجة دعم مادي دعم معنوي ما يعني بصراحة ربنا موجود. يكرمه يا رب، واحنا بنقدم له تحية من برنامج شكل تاني قناة الصحة والجمال.